كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شخص فقير، وفي يوم من الأيام أصاب بمرض خطير على رأسه، وهناك حصلت له قصة غريبة. فإذا كنتم تريدون رؤية هذا الفيلم فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، وبس خليكم مع الفيلم مشاهدة ممتعة. وأخيرا صحيت من النوم، أنا كلش جعان اليوم، بالله خلي أشوف عندي شوية خبز وماية. اوكي مو مشكلة، خلي اكل لي شوية خبز واتشرب لي هاي البطل مال الماي، وهسه خلي اروح اشتغل. يا رب ان شاء الله اليوم يرزقنا بكثير فلوس وكثير مال، بس خلي ادخل المحل مالتي اول مرة. السلام عليكم. هلا 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 حبيبي، شلونك؟ هلا منور، ها كيف اقدر اخدمك حبيبي؟ اوكي صديقي، ابي اشتري قليل من الخبز. ها طريت خبز؟ الصراحة بس لحظة خلي اشوف عندي. لا يا اخي عندي بس بوتيتا، بس هاي بوتيتا مسمومة. تريد؟ اوكي اوكي اوكي، اصلا عادي، اني هذا الخبز مال الفطر مالتي. ها كم تريد من حبة؟ اريد صديقي بخمس حبات. لا حبيبي، بس عندي حبة للفطور مالتي، تقدر تاخذها؟ اوكي يلا جيبها بس. يلا يلا عادي. تفضل، هاي حبة خبز. اوكي يلا. وذا الدايموند حق. والله شكرا لك حبيبي، والله مشكور، يعطيك العافية حبيبي، والله مشكور صدق صدق مرة مشكور. ها تريد اخدمك شيء ثاني؟ لا شكرا. اوكي يلا مشكور، يلا سلام عليكم حبيبي. بس خلي اسحب فلوسي يا اخي، والله اني كلش مريض، خلي اروح للمستشفى اخذ لي شوية دواء، لان الصراحة أنا والله كلش مريض يا أخي. خلي أدخل أول مرة المستشفى. هلا هلا هلا، السلام عليكم حبيبي، هلا شلونك؟ هلا هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. بليز أريد دواء حق الرأس يا أخي، والله كل يوم رأسي جاي ألمني يا أخي. دواء حق رأس تبي؟ إي دواء حق رأس بليز يا أخي. أوكي دقيقة أشوف. ها يلا جبت لي حبيبي، مشكور. ها كم يطلع الحساب؟ 15 دايموند بس. 15 دايموند؟ يا اخي ب 15 عادي اعطيك 12 حبه بس. لا سوري ابي 15 وتاخذ دواء واحد بس. لا يا اخي اريدهم الاثنين، لانهم الاثنين هم راح يفيدوني، افتهمت؟ لو لا اذا تبيهم في اثنين اعطني 15 دايما الحين. اوكي يا اخي والله ما عندي يا اخي 15. طيب تقدر تنتظرني ساعه لو اثنين اروح اشتغل في المحل حتى احصل لي 3 دايموند؟ لا انا ما اتعامل بالقرض. اوكي طيب يا اخي الله لا يعطيك العافيه، تفضل تفضل هذا دواك، حسبي الله ونعم الوكيل من هيك ناس. خلي اروح المستشفى ثاني. يا اخي شو اسوي هساني، هاي القريه كلها بس اكو هذا المستشفى، وانا راسي جاي يوجعني يا اخي، شو اسوي هسه؟ وبس عندي بس 12 حبه دايموند، حتى هسه اذا اشتغل كل شيء ما راح اقدر ابيع يا اخي، بس عندي بطيتات مسمومات، هسه شو اسوي يعني؟ اصلا عادي مو مشكله، خلي احط فلوسي هنا وان شاء الله الله يرزقنا بناس هيك يجي. بس المشكله شلون راح ابيع لهم، بس عندي بوتيتات مسمومه، هسه شلون ورطه هاي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا حبيبي، شلونك؟ الحمد لله. ها كيف اقدر اخدمك حبيبي؟ اوكي صديقي، ابي اشتري 5 لحمات. 5 لحمات؟ بس لحظه خلي اشوف لك الصناديق. ابيهم طازج. اوكي اخي والله ما عندي يا اخي، شو اسوي هسه؟ والله ما عندي لحم، كل شيء ما عندي، عندي بس هذول البوتيتات وعندي مويه، بس هذول اللي عندي. اوكي كم حبه بوتيتا وحبه مويه؟ بس صديقي انصحك ما تاخذ البوتيتات لانه مسمومات، يعني لا قدر الله يقدر يضروك، فهمت؟ فانصحك انك بس تاخذ المويه. اوكي مو مشكله، خلي اجيب لك المويه. اوكي حبيبي المويه ب3 حبات دايموند، اوكي تشتريها لو لا؟ بس المشكلة معي بس حبتين دايموند. لا يا اخي ما تقدر تنطيني 3؟ والله ما عندي الحين يا اخي، والله الصراحة لان الطبيب قال لي الدواء لازمه 15 حبة دايموند وانا هسه عندي 12، يعني لو تنطيني انت 3 حبات تصير 15 واقدر اشتري الدواء. اوكي شوف عندي فكرة، اذا تبي تاخذ حبتين دايموند وبعطيك فالبو يعني تقدر تبيعها هالشخص يعني. اوكي مو مشكلة عطني اياه، مو مشكلة، يلا تفضل هاي الموية. اوكي يلا فالبو. واضح حبيبي، مشكور الصراحة، يعطيك العافية. اوكي مشكور، يلا يلا السلام عليكم. اوكي معلش خلي اخذ لي هذولا وراها ارجع للطبيب اقول له يبيع لي الدواء لو لا. يا رب يا رب ان شاء الله يبيع لي الدواء يا اخي، عندي بس 14 حبة دايموند وبو، معلش يمكن يقبلها. السلام عليكم. حبيبي جبت لك الفلوس، تنطيني الدواء؟ عندك الفلوس او شيء؟ اي حصلت لي فلوس بس بعد حبة دايموند نقصانة. جبت لك مكانها بو، معلش. ما اقدر يلا. شنو ما اقدر يا اخي؟ بس حبة دايموند يا اخي مو مشكلة. تقدر تروح لان في اشخاص جالسين يستنون وراك. اوكي اخي بليز يا اخي، يا اخي والله راسي يوجعني يا اخي. اللي بعده
يا اخي والله بليز يا اخي والله راسي وجعني يا اخي بليز يا اخي بس 14 حبه يا اخي بليز لا تنادي الحارس لا 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 تنادي لا تنادي الشرطه بليز لا لا اوكي خلاص راح اطلع راح اطلع والله لنتقم منكم والله لنتقم منكم لا خلاص 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 والله ما عاد يجي ما عاد يجي ما عاد يجي معلش ها يعني لان اني فقير وما عندي فلوس يعاملوني كذا اوكي مو مشكله ها جتني بالحصان لا لا ابتعد عني لا ابتعد عني لا تضربني لا تضربني ابتعد ابتعد لا تدخل محلي لا تدخل ابتعد ايوه اخيرا هسه اجلل هسه خلي ارجع البيت يا روح انام اوكي مو مشكله بس والله نفسي انتقم من ذاك الشخص اللي طردني من المستشفى مو مشكله خلي احط اغراضي كذا اوكي هسه خلي اروح ارتاح شوي وان شاء الله بعد كم ساعه اروح انتقم من ذاك الورع اللي طردني بالمستشفى. وبعد مرور بضعه ساعات نام كل من في القريه وهناك حصلت قصه اخرى. إيه خلاص اعتقد هسه كلهم نايمين والله الاجواء هادئه هسه اوكي اعتقد هذا هو بيته اوكي اعتقد هذا هو يا اخي والله ما شاء الله كلش غني والله خلي اشوفه وين هسه اوكي ادخل ها نايم هو شوف حتى سريره من ذهب اوكي مو مشكله خلي شنو يلا يلا خلي خلي اخذ يا اخي شنو هذا عجيب او ماي جاد شنو هذا شنو هذا الفلوس اللي عنده عجيب يا اخي شنو هذا الفلوس اللي عنده جس اسمع صوت مين ذا اللي في البيت جس سمعت صوت شخص فتح الباب الحين دقيقه اروح اكلم الحرس يعني اذا شافوا شخص هنا ولا لا شوف راح اعطيك دايم وراح اطلب منك انت كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه وكل ثانيه تحرس لي المنطقه ذي اوكي بس 64 بلوك مو كافيه يعني. اوكي يلا خذ كثير يلا ايه كويس بس لو لقيتك مو جاهز تحرس في المنطقه راح اعلم الشرطه عليك وادخلك للسجن واخليك تدفع ضريبه لا تخاف بيتك الحين مؤمن لا تخاف عليه اوكي يلا تصبح على خير لا هسه شلون ورطه هاي هذا قاعد لهنا هسه شلون راح افلت اني اوكي بس خلي اروح من ورا البيت بس يا رب لا يكشفني يا رب يا رب وقف 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 انت وقف وقف, وقف. لا كشفني لا سامحني وقف. سامحني بليز سامحني لا 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 يا اخي بليز سامحني يا اخي بليز لا تقتلني بليز خلاص لا خلاص لا لا ما في ما خلاص هذا كل فلوس يا اخي تعال قبل البيت صاحب البيت هلا ايش صاير ايش صاير تعال تعال لقيت شخص هيك يدور حول منطقتك واظن انه رسالك من هذا شوف راح ناخذه الحين للسجن ونقول للشرطي يستجوبه يا اخي بليز بليز لا تاخذوني للسجن بليز قدام الحين قدام. الحين قدام لا لا بليز روح قدامي وبعدما تم استجواب الفقير دخل السجن وهناك حصلت له قصة أخرى يا أخي بليز طلعوني من هنا يا أخي والله ما أريد أبقى في هذا السجن اللعين بليز أي يا يا بليز والله سامحني والله رجعت لك الفلوسك بليز طلعني هنا يا أخي لا لا راح تبقى هنا في السجن مدة 3 سنوات شنو؟ 3 سنوات راح أبقى في هاي الزنزانة لا لا بليز يا طلعني يا أخي بليز أو 4 بليز طلعني بليز لا لا تروح بليز لا تروح والله رجعت لك الفلوسك ايش تريد بعد يا اخي والله ما حد اسرقك لا لا راح تبقى هنا في السجن يلا باي لا يا رب ينتقم منك يا رب ينتقم منك يا رب يا رب الله لا يعطيك العافيه وبينما كان الفقير يدعى الله ان ينتقم من الغني حصلت قصه مخيفه ايش صاير شنو ايش فيك يا اخي شنو ها شنو هاي هذا ايش في صار كذا هذا لا لازم اطلع هسه شرطي شرطي عجيب الشرطي وين راح لازم اطلع باي طريقه يا اخي ما ادري ايش وضعه هذا عجيب هاي شرطي 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 تعال شرطي هذا الشرطي وين راح اوكي مو مشكله اوكي جتني فكره اوكي بس خلي احلل هاي وتجيب لي بوتن خلي يطلع من السجن اول مره هاي صديقي صديقي ايش في هذا هاي قوم قوم هاي لا عجيب هسه لا تورطاني بقضية قتله يا اخي والله كل شي ما سويت لهاني يا اخي ايش في هذا لا تورطاني هسه بقضية قتله وقف 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 لا يا اخي والله كل شي ما سويت له يا اخي والله مو اني والله مو اني اللي قتلته يا اخي والله مات وحده والله يا اخي والله مو اني يا اخي بليز يا اخي مو اني اللي قتلته يلا بس 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 يلا تعال معايا وراح اسوي الاجراءات القانونيه اتوقع راح تنعدم دي الجريمه يب لا لا بليز يا اخي والله مو اني اللي قتلته يا اخي قدامي بس يلا قدام
إذا كنتم تريدون رؤية الجزء الثاني من هذا الفيلم ومعرفة ماذا حصل للفقير، فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات وتابعونا على الإنستغرام، رح تجدون رابط الحساب تحت بالوصف. وبس، مع السلامة. يا أخي بليز سامحني يا أخي، بليز لا تقتلني بليز، خلاص لا خلاص لا لا ما في ما خلاص، هذا الكل فلوس يا أخي. تعالوا يا رافائيل أدرك في هذه اللحظة أبو حمدان إنه شاف العيد. يلا مو مشكلة مو مشكلة، يلا يلا يوسف يلا يلا.